بما انك عم بتقولي كمان ايضا انه انا بالابراج وعندي علم بالابراج وخبيره جدا، السنه برج مين؟ هو احنا قلنا برج العذراء وقلنا ايضا برج السرطان وقلنا ايضا برج الحمل وقلنا ايضا برج الجوزاء من هاي السنه، ولكنه احنا اللي اكتشفناه انه في بدايه الشهرين الاولى كانوا الحظ معاهم يلعب دور، اما الان يعني تشوفين هذول الابراج اللي ذكرتهم تعبوا، يعني عندك برج العقرب يعني لعب معاه الحظ السيء من شهر اثنين وكل شيء صار ضده، ولا حد يجي يقول لي انا العقرب برج المائي كان معايا الحظ منيح، هو والسرطان والحمل عفوا الحوت ثلاث الابراج المائيه اتعبهم التفكير، قلة المبالغ اللي دخلت وطلعت من عندهم مبالغ كبيرة، وأيضا يعني تشوفين أنه تعبوا على روحهم، صحيح لاقوا بس يعني اللي تعرض عليه نصب، اللي تعرض عليه مشكلة، اللي دخل مستشفى، يعني هذول الأبراج اللي طلق. برج الجوزاء أكثر برج صار فيه طلاق هو برج الجوزاء والعلم عند الله. نعم بصير هيدي السنة يعني لا نهاية 2024 بعدنا بسم الله من شهر الواحد لشهر الرابع برج الجوزاء أكثر الأبراج اللي صار حصل فيها طلاق. أما برج الأسد عندك برج الأسد إن شاء الله من هسه 5/5 تنفتح طاقته، ياخذ الشهيق ياخذ الصعداء والزفير، وراح يقول شفتي هذا أو لو لعبت يا زار، راح يلعب معاه الزار برج الأسد وراح يكون بالعلالي ويحقق 7 سنين العجاف اللي مر بيها سيئة، راح يحققها من يوم طاقة 5/5 فما فوق لآخر السنة. برج الأسد إذا تمالك أعصابه وإذا سكر لسانه وما حكى بالشيء اللي بده يسوي راح ينجح. مين أقل حظا؟ أقل حظ هو دائما يطلع معايا ما أعرف ليش، وللأسف الشديد هو برج القوس الأقل حظا، الأقل حظا حتى في هاي السنة. يعني الثور، الثور ما شاء الله عم ياخذ مجده. عم ياخذ أنا برج الثور والله عم بسألك عم ياخذ مجده وعم يعلى بإذن الله تعالى، ولكنه العين والحسد أخذت حيز كبير في هذا البرج بالأخص بأولاده. سبحان الله الثوريين إذا كانوا متزوجين العين تجي توقع بأولادهم، يقولون لا أعلم أنه النجم أولادهم يكون خفيف، ليش لا ما أدري هيجي. نعم. الأقاويل تقول، ولكنه من الأبراج اللي راح تكون مسيطرة على روحها ونجمها ساطع. يجي أيضا وراء برج السرطان، برج السرطان تعب، خلي يجي واحد من برج السرطان ومن برج العقرب ومن برج الحوت يقول لك أنا مرتاح، تعبانين بشكل مو طبيعي، فهسه أيضا طاقتهم تفتح بإذن الله تعالى. الجوزاء، الجوزاء يعني صاير ما يطيق العالم اللي داير مدايرة بحاجة إلى سفرة. وإذا ما معه يسافر شو بيعمل؟ يا أختي يقعد له بحديقة منا الورد ومنا الخضرة ومنا الوجه الحسن، يحطني على يوتيوب ويشوفني وأنا أخطب. إيه اعملي دعاية لنفسك يلا. أكيد أعمل دعاية. زين يشرب قهوته بمكان يغير عن أموره. الحمل، الحمل من الأعصاب اللي فيه، المرة تلقينها قصقصت شعرها، الرجل حلق صفر. الحمل يعني يعصب على شيء أتفه الأشياء. الحمل يريد يسافر ويصير عدة تراجع. الحمل الأرزاق توصل الحلقة وتطير. الحمل ما جاي يفهم هيدي السنة، هيدي السنة، هاي الأشهر، أشهر إحنا سنة لا لسه مفتوحة قدام برج الحمل. فحتى الشريك نعم يعني بطل يعتني فيهم. نعم. للنساء ورجال برج الحمل.